طرف الكساء وأومع بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهمتي لهمهم لهمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورزوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد.